أنتم تتابعون برنامج الملف الأحمر مع سلمان المطيوية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في الملف الأحمر على روتانا خليجية في موعده المعتاد. قبل أيام فقط، أيام تعد على أصابع اليد الواحدة، أعلن عن حدث ربما مر مرور الكرام في زحمة المباريات، طبيعي متعودين على هذا الأمر، يستدعي الوقوف معه والحديث وتركيز الكثير من الضوء حول هذا القرار. ربما يصورها ويراها البعض بقرار تاريخي. هل نحن أمام قرار تاريخي؟ إصدار أو تأسيس لجنة لتأسيس مركز التحكيم الرياضي. شخصيا أنا من فترة طويلة في المجال الرياضي والإعلام الرياضي، وأنا أسمع المطالبة بالمحكمة الرياضية وكل ما صار هناك من جدل ولغط، الأصابع تشير إلى ضرورة ملحة لإنشاء محكمة رياضية. ثقابة الكاس مؤخرا أثرت على الوسط الرياضي أنه جميع يجب أن ينصت ويتجه إلى المحكمة الرياضية. يرى الكثيرون بأن المحكمة الرياضية هي الجهة الأخيرة لفض ما يمكن أن يكون من جدال حول هذه القضية أو تلك، بدلا من اللجوء إلى هذه اللجنة أو تلك اللجنة والدخول في دهاليز لجان لا تغني ولا تسمي من جوع كما يراها الكثيرين. أهلا وسهلا، الملف الأحمر في هذا الأسبوع الزملاء يفتحون ملف تأسيس مركز تحكيم رياضي على هذه الطاولة خلال الساعة المقبلة لنتحدث حول هذا الموضوع، مدى أهميته، كيف يراه البعض، ما المطلوب منه، ما المأمول، ما الأحكام أو المقاييس والمعايير المنتظرة، هل يجاري ويحاكي ما هو موجود عالميا، هل أخذنا في الاعتبار التجارب السابقة، هل أخذنا باعتبار التجارب الدولية. كل هذه المواضيع وأكثر أطرحها على هذه الطاولة من خلال الساعة المقبلة بصحبة الزملاء، زميلي الإعلامي والناقد الرياضي المعروف اللي أسعد بصحبته في الملف الأحمر من جديد، الأستاذ خلف من في مساء الخير محمد. يا أهلا وسهلا، مساء النور، ومبروك لكم المقر، وأرحب الأستاذ العزيز بندر، إن شاء الله نقدم ما يثري البرنامج بإذن الله تعالى. أيضا أسعد بصحبة محامي أول مختص قانون رياضي أو قانون الرياضة اللي أسعد بصحبته اليوم لأول مرة في الملف الأحمر، الزميل الأستاذ بندر الحميداني، محامي مختص في القانون الرياضي. مساء الخير بندر، شكرا لحضورك. حياك الله، حيك وحيي الأخ خلف والمتابعين والمتابعات. أهلا وسهلا. إذا في البداية تسمحوا لي أنطلق على بركة الله وأتابع تقرير الزملاء حول هذا الموضوع وطرح العديد من التساؤلات حول هذا الملف الخاص والخاص جدا، لأفتح الباب على مصراعي في نقاش خلال الساعة المقبلة بإذن الله. القانون الصوت الأقوى في المنظومة الرياضية. القانون كلمة الفصل الأولى والأخيرة التي تثار حولها آلاف الكلمات. القانون لعبة لا يستطيع مزاولتها سوى المختصون. في رياضتنا الجميع يتحدث من هنا وهناك، إلا في حضرة القانون يتحدث القلة ويصرخ الكثيرون. في 24 من شهر نوفمبر من عام 2015 أعلن الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي بالسعودية لفض المنازعات الرياضية وتكليف لجنة تأسيسية للمركز برئاسة المحامي محمد الضبعان وعبد اللطيف الهريش نائبا للرئيس. هذا القرار الذي حضر للمشهد الرياضي بعد سنوات طويلة من المطالبات والانتظار أعلن على لسان رأس الهرم الرياضي بهدف إعادة تنظيم الهرم بأكمله. وعلى خلفية هذا القرار التاريخي تبرز تساؤلات عدة. هل الإعلان عن تأسيس مركز التحكيم الرياضي سيرضي كل الأصوات التي طالبت منذ سنوات بوجود محكمة رياضية مختصة، أم أنها ستواجه اتهامات قبل بداية عملها؟ هل سيستفيد مركز التحكيم الرياضي من التجارب السابقة للجان القضائية والقضايا الرياضية الشائكة؟ كيف سينجو أعضاء اللجنة التأسيسية من ظهيرة التصنيف في الوسط الرياضي واتهامات الميول المعتادة؟ هل ستتكسر كل أمواج القضايا الرياضية على صخرة مركز التحكيم الرياضي؟
في النهاية والسؤال الأهم والأشمل، هل سينهي مركز التحكيم الرياضي كل هذا الضجيج في أروقة رياضتنا؟ لبرنامج الملف الأحمر، عبد الله نطيوية. أهلا وسهلا، تابعنا تقرير الزملاء. خليني في البداية شكرا للزملاء على التقرير وطرح العديد من السؤالات اللي المفروض أن تكون محل هذا النقاش في هذه الحلقة. في البداية بس عشان نكون واضحين، وإحنا قدامنا فقط ساعة يعني نسابق الزمن في تسليط أكثر ما يمكن تسليطه. المركز الرياضي أو مركز التحكيم الرياضي هذا يتعلق صدم رئيس اللجنة الأولمبية من عبد الله المساعد، فإذا هو يتعلق بجميع الاتحادات الرياضية، صحيح؟ صحيح، عشان يكون واضح يعني. صحيح. هو يتعلق باتحاد لعبة الطائرة، السلة، القدم، اليد. طيب هذا مركز مفروض مركز تأسيسي خاص بجميع الاتحادات وجميع الألعاب. نعم، احنا قدامنا ساعة، خلينا نناقش كرة القدم اللي عليها جميل الصراخ على ما قالوا، يعني خاص باتحاد كرة القدم الآن. جميل بندر، في ظل هالسؤالات الكثيرة في البداية، خلينا ناخذك في الأول، يعني هل هذا المركز مركز التحكيم الرياضي كلجنة تأسيسية مطالب منها أنها تبحث عن كل ما هو موجود في العالم، كل تجارب العالم، الكاس، لجان الفيفا، وتستفيد منها في ضوء التأسيس لهذا المركز المنتظر؟ جميل، بداية دعني أبارك للمجتمع الرياضي هذا أولا، وللقانونيين بوجود مركز تحكيم للقضايا الرياضية هذا أولا. ثانيا، لكي تكون الصورة واضحة للجميع، لابد نعرف أنه بوجود هذا المركز الآن نحن أمام أعلى سلطة رياضية قضائية مختصة في البلد. أعلى سلطة قضائية رياضية مختصة في البلد، هذا أولا. ثانيا، مراكز التحكيم إذا حبينا نتكلم عنها، في مراكز تحكيم موجودة في دول أخرى، لكن إذا أخذنا على المستوى المحلي، على المستوى المحلي راح تكون مركز التحكيم الرياضي هو أعلى سلطة قضائية مختصة، هذا أولا. على المستوى الدولي راح تكون كما هو معروف محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، فلا بد نفرق ما بين الجانب المحلي وما بين الجانب الدولي. بعد ذلك نقدر نخوض في مسألة الرياضات، بما أنه إحنا الآن نركز أو أكثر أو أغلب القضايا الآن اللي منظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محاكم التحكيم هي قضايا كرة القدم بالتحديد. صحيح. فأنا أحب أني فقط أوضح، لما صدر هالقرار صدر بموجب المادة 21 من اللائحة الخاصة باللجنة الأولمبية السعودية. ماذا تنص عليه؟ تنص على أولا يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة تحكيم لتسوية النزاعات الرياضية تحت مظلته. طبعا إذا تذكرون في شهر أبريل، إذا أنا من غلطان بالتحديد، وافق المجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتفويض الأمير عبدالله المساعد بصفة رئيس اللجنة الأولمبية بإنشاء المركز. المركز الآن أنشئ، ولكن أعضاء اللجان اللي هم الأستاذ الأخ المحامي محمد الضبعان بصفته رئيس ونائب الرئيس عبد اللطيف الهريش وبقية الأعضاء هم الآن يضعون البنية الأساسية. أي هذا إيضاح جميل، يعني عشان تكون الصورة واضحة، يعني بمعنى أنه لم نبدأ أو لم تبدأ إلى الآن، أمامهم 6 أشهر ليبنون، عندهم 6 مواضيع أو 4 مواضيع مهمة أنهم راح يبنون عليها، اللي هي أولا صياغة وإعداد مشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي. اثنين، صياغة وإعداد مشروع قواعد وإجراءات التحكيم للمركز. جميل. ثلاثة، صياغة وإعداد ومشروع اللوائح ونظام عمل المركز من النوائح الفنية والإدارية والمالية. رابعا، صياغة وإعداد الضوابط الخاصة باختيار المحكمين وتدريبه. خامسا، صياغة وإعداد الضوابط باختيار الخبراء. إذا اكتملت المنظومة هذه، بعد كذا راح يبدأ المركز بعد 6 شهور، هذا وفقا لما صدر في البيان. لكن أنا أثق في الأسماء اللي رشحهم سمو الأمير، جميعهم كفاءات عالية، أيضا الأخ الدكتور عبدالله الحيان بصفته عضو في مجلس التحكيم أمام محكمة كاش، رجل متخصص وراح يفيد في سرعة بناء هذا المركز.
ابو احمد في ضوء قراءه هالبيان وهالبنود هذه كذا، هي واضح انه بيكون في عندنا طفره في 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 القانون انجاز التعبير او القانون الرياضي. صحيح. يمكن جزئيه من النقاط اللي ذكرها تدريب محكمين او نعم. إيه؟ المحكمين متخصصين في هذا. يعني بدايه نقول انه يعني بامانه الامير عبد الله بن مساعد ومعاونيه ينقلون الرياضة منذ سنة وستة أشهر تقريبا إلى مراحل تطويرية حقيقية واضحة، ما فيها تسويف، ما فيها لجان يعني مجرد أجل لجان تموت تكون لجان ليموت العمل وشيء من قبيل، لا، تكون لجان وتعمل وتنفذ في بدقة متناهية. يعني بأمان هذه يجب أنه يعني تكون واضحة، لأنه الكثير للأسف الشديد ما زالوا يعني يلعبون على قضية ميول وقضية من هذا الشخص ومن ميوله وما إلى ذلك، وهذه طبعا قضية إعلامية للأسف الشديد وجماهيرية يعني شئنا ما بينها موجودة يعني. نعم، هي مشكلة كبيرة وحقيقية. لكن امتداد لما ذكر الأستاذ بندر، برضو نرجع إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، هي منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه المهمة الدكتور عبد الله برقان ومعاونيه، وبالذات يعني يمكن معاونيه كلهم عبد اللطيف الهريش، محمد السيخان، ماجد المالكي ومعيض الشهري، هؤلاء الخمسة نقلوا الاحتراف والبنية القانونية إلى مرحلة متطورة في 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 وقت وجيز، ومنها أنشئ قبل بضعة أشهر غرفة فض المنازعات التي أصبحت تتخذ أو يعني تتولى مشاكل الاحتراف وقوانين الاحتراف وقضايا الاحتراف، وهذه من أشياء اللي أسست لمرحلة انتقالية. الآن نصل إلى مرحلة مركز التحكيم مثل ما ذكرك الأستاذ بندر، هو طبعا أعطى الملخص المفيد جدا في مركز التحكيم. مركز التحكيم طبعا نتطلع إلى أنه خلال ستة أشهر أنه بالفعل يؤسس قانونيا وتنتهي البنية الأساسية، وبالتالي يبدأ في تسلم القضايا والبت فيها وإنهاء القضايا التي ترحل إلى محكمة الكاس، أو على الأقل أن يكون عندنا مرجعية قانونية حقيقية في البلد تؤصل التعامل مع لجنة أو محكمة الكاس. أثني على ما قالها الأستاذ بندر إنه بس اسمع دقيقة بس إنه رئاسة برئاسة الضعيان وعبد اللطيف الهريش تحديدا اثنان من اللي لهم يعني حقوق طبعاً. والهريش تحديدا من معرفة يعني معرفة ومتابعة، بالإضافة إلى الآخرين الثلاثة كلهم على مستوى كبير، ولكن على الأقل هؤلاء لهم صلة حقيقية بالرياضة، وهنا مشكلتنا الرئيسية دائما نتكلم عن القانونين اللي يفهمون في الرياضة والقانونين اللي عندهم الإلمام بما هو خارج الرياضة، وأحيانا لا يجدون التعامل مع القضية الرياضية. هذه مهمة أول في هذه مهمة كثير. جدا مهمة جدا، والدليل إنه عبد اللطيف الهريش أعلن استقالته أمس من لجنة الاحتراف لكي يكون باستقلالية تامة نهائية عن أي قضايا تخص اتحاد كرة القدم، لأنه هذه المركز هذا لجميع الرياضات. صحيح. ونتمنى أتمنى جزئية مهمة، أتمنى أن يكون له جزئية فيما يخص الإعلام الرياضي، أتمنى أن يكون قانونيا نتكلم طبعا. أنا لا أستطيع لا أستطيع من ناحية الإعلامية، لأنه أنا بالنسبة للإعلام قصدك أنه يشمل حتى القضايا الإعلامية، لأنه الإعلام الآن هو الذي يقوض هذه المشاريع الجيدة للأسف الشديد. هو المفروض يعني إذا نادي أو رئيس نادي أو أحد أعضاء يعني بيرفع دعوة على إعلامي، المفروض أن يشمل هذا المركز التحكيم الرياضي. أنا هو الآن في جهة في مرجعية في وزارة الإعلام، لكن هنتكلم عن قانون أشمل وأقوى وأسرع في البت وأعلى سلطة من حتى يمكن وزارة الإعلام. فقط دعني أوضح تفضل معنى مركز التحكيم إلى آخره. لابد يعني بداية مراكز التحكيم لا يتم اللجوء إليها إلا بموجب أنه يكون في اتفاقية ما بين الأطراف قبل نشوء النزاع، هذا واحد، أو يكون بعقد مشارطة لاحقا بعد ظهور النزاع. جميل. هذا كمبدأ عام، لكن يعني بما إحنا نتكلم عن الرياضة أنا أود أن أوضح نقطة مهمة جدا. لابد نعرف أنه محكمة التحكيم في لوزان، محكمة التحكيم الرياض، تنظر القضايا التحكيم على نوعين. في قضايا قابلة للتحكيم اللي احنا نسميه التحكيم العائلي، يعني يتفق الطرفان مثلا على عقد ما بينهم، وفي حال نشوء النزاع اني انا الجا الى محكمة التحكيم. تمام، وهذا امر عادي. لكن الامر المهم وهو اكثر عمليا واللي قاعد يحدث اللي هي اللي تبدا من تدرج ادنى الى تدرج اعلى. كيف؟ قضايا مثلا تكون مثلا خلنا ناخذها على الفيفا. جميل. قضايا غرف فض المنازعات الرياضية. جميل.
قابلة للاستئناف أمام مين؟ محكمة التحكيم الرياضي. جميل، هذا واحد. اثنين، ينطبق الكلام هذا على لائحة الانضباط ولائحة الاستئناف ولائحة القيم اللي في وين في اللي بالفيفا. فلما القضية تذهب إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، أولا في قرار صادر، جميل، وفي مدد معينة ومحددة للاستئناف، أنك أنت تستأنف خلال 21 يوم من تاريخ استلام القرار، وبعد ما تقدم القرار عندك 10 أيام أنك تقدم الجراوند اللي عندك. هذا كمبدأ. الطريقة الأخرى وهي أقل براكت، يعني أقل، يعني أقل عملية، جميل، اللي هي لما ينشى نزاع ما بين الأطراف يلجؤون. هذا في المستوى الدولي. خليني أرجع للمستوى المحلي وهو الأهم. أوكي. مستوى، خلينا نتكلم عن كرة القدم. كرة القدم بما أنه أكثر نزاع فيها يحدث، أو أكثر قضايا تحدث فيها، أولا لابد نفرق هل يحق الأندية السعودية أو اللاعبين اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان مباشرة أم لا. هذا واحد. اثنين، هل القرارات اللي تصدر من اللجان الشبه القضائية أو اللجان القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم قابلة بالاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي أم لا؟ نوقف هذه كلها نقاط، هذه أمور جدا مهمة. بحط نقطة على السطر على الاستفهام الكبير وارجع لها بتفاصيل أكثر بعدما أطلع فاصل مع الزملاء، ثم أعود من جديد للإجابة على كثير من هذه التساؤلات المتعلقة بمركز التحكيم الرياضي بعد الفاصل. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الثاني من البرنامج. مركز التحكيم الرياضي والقرار اللي أطلق مؤخرا من الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية أمين عبدالله بن مساعد، تحدثنا مع المحامي المختص في قانون الرياضي بندر الحميدان. أسعد بصحبته، مساء الخير من جديد، وأيضا زميلي خلاف ملفي الناقد الرياضي. بندر، وقفنا كنا نتكلم عن نقاط مهمة قبل ما أطلع للفاصل، معلش تفضل. نحن تحدثنا عن موضوع الهيئات القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللي هي لجنة الانضباط والأخلاق والقيم ولجنة الاستئناف. طبعا في لائحة خاصة اسمها لائحة الانضباط أوضحت أنه هل قراراتها قابلة للاستئناف أم لا. في بعض القرارات قابلة للاستئناف أمام مين؟ أمام لجنة الاستئناف. جميل. هل طيب بعد ذلك الآن الوقت، أنا الآن أتكلم الآن عن الوضع الحالي. الوضع الحالي قرارات لجنة الاستئناف نهائية. صحيح. جميل. نعم. طيب هل قرارات راح نقدر نسوي لها أبيل، عفوا، نسوي لها استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ولا لا؟ بموجب النظام نعم. لائحة الانضباط نصت على ماذا؟ في المادة 82 من اللائحة، لجنة تفضل المنازعات الرياضية بما نص أنه يجوز استئناف بعض القرارات الخاصة التي تصدرها لائحة الاستئناف. جميل. لدى لجنة تفضل المنازعات الرياضية باللجنة الأولمبية السعودية. في بداية الحديث لما تحدث أشرت إلى المادة 21، لجنة تفضل المنازعات الرياضية يقصد فيها هنا مركز التحكيم الرياضي الآن اللي هو أنشئ الآن. جميل. طيب هل طبعا بعد ما اكيد انه راح تتضح الرؤيه بموجب الماده 136 من لائحه الاستئناف، ما هي القرارات القابله للاستئناف امام مين؟ مركز التحكيم الرياضي اللي هو اعلى سلطه قضائيه. فالان صار عندي مبدا التدرج في القضايا او مبدا التقاضي كان الى الان على مرحلتين، راح يكون على ثلاث مراحل في القرارات القابله، مما انه يعطي للمتضرر اللي يرى انه متضرر تمام انه يلجأ الى مركز التحكيم الرياضي. جميل. الكلام هذا ينطبق ايضا على ماذا؟ على لجنة فض المنازعات الرياضية. انا كنت بسألك هالسؤال، احنا عندنا لجان كثير، لجنة فض المنازعات وغرفة او بالاحرى وليس لجنة، يعني برضه بالاحرى غرفة فض المنازعات الرياضية. لكن هل وجود مركز التحكيم الرياضي يلغي كل هذه اللجان؟ لا لا لا، ما يلغي. عفوا، ما يلغي مركز التحكيم الرياضي مثل ما عرّيت في بداية الحديث، هو أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا الرياضية بوجه عام. أما بخصوص اللي تحدثنا عنه بالهيئات القضائية السعودية تنظر في كرة القدم،
طيب البعض الآن يتساءل يقول والله أنا مثلا صدر علي قرار مثلا من لجنة الاجتناف واستأنفت وأصبح حكم قطعي، لماذا أنا لا ألجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بموجب بموجب نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ خليني أخذك هذه، خلينا دقيقة بس بندر باخذ هالجزئية بعد ما أخذ الأستاذ فوزي الباشا رئيس نادي الخليج اللي أيضا عنده نعتقد موضوع كنادي الخليج عندهم موضوع أو قضية وألمح إليهم حسب ما تبعت في الصحافة بتأكد منه أنه هذا الموضوع بيتم حالته في مركز التحكيم الرياضي. أستاذ فوزي مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بك أستاذ فوزي الباشا. اسمعك اهلا وسهلا مساء الخير استاذ العزيز. طيب اسمعك بس الصوت بعيد عني. طيب استاذ فوزي لك قضيه وطلب منك انك ترجع او حلوك لمركز التحكيم الرياضي صحيح؟ يعني لم نشاء الان يعني بشكل رسمي مركز التحكيم الرياضي، ولكن نحن قضيتنا او القرار اللي رفض قبل الاستئناف الى مركز التحكيم الرياضي فعلا، وانا اعتقد انه انشاء مركز التحكيم الرياضي هو يعني خبر سار لجميع الرياضيين في جميع انحاء المملكه، خصوصا بعد عقود طويله من بيعطوني الزملاء صوت جوا الاستديو عشان تفضل استاذ فوزي. نعم، فنقول بانه خبر انشاء مركز التحكيم الرياضي هو خبر سار لجميع الرياضيين خصوصا بعد عقود طويله جدا من الانتظار، وانه يعني تنميه التقاضي او ثقافه التقاضي لدى يعني طرف ثالث هو يعني شيء يجب او ظاهره حضاريه يجب ان تنمى وتعزز. صحيح. في ظل عدم دعم الاتحاد السعودي بصوره كامله للمتخاصمين للذهاب الى محكمه، رغم انه فقره من النظام الاساسي للاتحاد السعودي يعني توضح وتجيز للمتخاصمين بالذهاب الى محكمه الاساس، وانا استغرب تماما انه مماطله الاتحاد السعودي او دعمه عدم دعمه للجهات المتقاضيه بالذهاب لمحكمه الاساس طالما انه لم تؤكد الان محكمه رياضيه سعوديه، ولكن الحمد لله رب العالمين. انا طيب انا جايك بالسؤال هذا استاذ فوزي، لكن انا بس استغربت من جزئيه انه تم حالتكم الى مركز التحكيم الرياضي، ومركز التحكيم الرياضي اصلا لم ينشا بعد يعني ما زال يعني تحت التاسيس، هذا كان نقطه الاستفهام الاولى. وستنتهي الفتره قبل اساسا. لا لا لا، هو انا كان لي لقاء مع سمو الامير عبد الله بن سعد الاسبوع الماضي. أيوة. وتحدثنا في هذا الموضوع بالتفصيل وطلبت بان تكون قضيه نادي الخليج من اول القضايا التي يتم النظر اليها في من قبل محكمه التحكيم الرياضي. وهذا بيطلب منك انت بطلب منك. طيب انت تعرف يعني بعد 6 شهور يعني بيكون انتهى الموسم اساسا يعني. حتى لو انتهى الموسم انا اتكلم عن قضيه مبدا وليس قضيه نقاط ثلاث فقط، لاننا يعني مقتنعين تماما بان الاستئناف لم ينصف الخليج، وانه يعني تدرج في رفع القضايا حتى في المحاكم العاديه المحكمه الاوليه الى ان تصل الى محكمه التمييز لم نحصل على هذا الحق، ولا اقول باننا يعني ضامنين كسب القضيه، ولكن على الاقل يكون هناك طرف معتمد، طرف معترف فيه، طرف محل ثقة من قبل الجميع هي يصدر القرارات، هذا هو الهدف الأساسي. مبدأ جميل. طيب خليني أخذك في جزئية، أنت تحدثت عن الاتحاد السعودي أنه لا يدعم أو يعني لا يساند توجهكم كأطراف إلى رفع القضية إلى الكاس، هل هذا اساسا موجود في النظام؟ انا باخذ يعني طرف محايد الان معنا الاستاذ بندر الحميداني المحامي المختص في قانون الرياضي، هل من حقهم يعني استاذ يعني فوزي يقول ان الاتحاد السعودي اصلا لا يدعمنا الى رفع القضيه الى يعني جهه اعلى مثل الكاس مثلا؟ لا عفوا رفض. نعم هو يعني خلينا نوضح النقطه هذه، نقطه مهمه. محكمة التحكيم الرياضي نصت في بداية اللائحة الخاصة فيها أنه القضايا المتعلقة ما بين الاتحادات وما بين الأندية لابد يكون في موافقة خطية. أوكي. الآن هذا واحد. اثنين، نص المادة 55 الفقرة 3 في آخرها يقول لابد من وجود اتفاقيات التحكيم الخطية الخاصة. هل في اتفاقية خطية ما بين نادي الخليج والاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نشوء النزاع؟ طبعا لا. هذا هو الإجراء. لا، ولكن معي سيد فوزي. أنا معك، ولكن يعني أنا أحترم وجهة النظر، ولكن هذا الكلام يعني أعتقد بحاجة إلى إيضاح أكثر. بحاجة إلى إيضاح أكثر. إيه نعم.
الأخ العزيز، أولا نادي الخليج هو عضو في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، يجب التعامل معه كأحد أعضاء الجمعية التي تعطيني الصوت. أنا معك تفضل. نعم أنا أقول إنه رفعنا أولا يعني ليست القضية فقط بأنه لم يعني لن يسمح لنا بالذهاب، ولكن خاطبنا الاتحاد السعودي 3 خطابات رسمية، لم يرد على أي خطاب منها بأي صورة رسمية، ولكن صدر عدم يعني موافقته من خلال بيان إعلامي وهذا خطأ. يعني خاطبنا الاتحاد السعودي 3 مرات يقول وبعدين رد علينا ببيان مثل ما يقول. ما رد عليهم رسميا، رد ببيان في التحفيز الإعلامي. الأمر الآخر يعني المادة 55 أو الفقرة 3 منها تنص على أنه في حال عدم وجود محكمة رياضية سعودية سيتم السماح أو من المفترض أن يتم السماح لكل المتقاضين بالذهاب إلى محكمة الكاس، وهذا لم يتم. أيضا أقيس عليها أو من خلالها بأنه تم السماح لبعض الجهات بالذهاب إلى محكمة الكاس، وهذا أنا أعتقد أنه فيه نوع من عدم المساواة يعني أو تكافؤ الفرص لكل المتخاصمين. هذه هي نقطتنا الأساسية. الآن أنا أقول أنه ليست قضيتنا ضد نادي الفتح، ولكن قضية مبدأ، ونحن معتقدين تماما أو مقتنعين تماما بأن قرار الاستئناف لم يستند إلى نص قانوني ونظامي واضح، ولم يعني يستند إلى فقرات قانون أو نظام بقدر ما أنه كلام إنشائي فقط، أنه عدم إحضار الموافقة أو موافقة اللعب الذي يعني التي تجهيز اللعب في المباراة لا يلغي أهليته، وهذا ما هو كلام نظام أو قانون يصدر من قانون. وبالتالي أنا أعتقد أنه واضح سيد فوزي تسمح لي بس يعني الصورة واضحة تماما. أنت وأحمد أول ما حكى قلت له أصلا ما يجوزون أو الاتحاد لا يجوز، لابد من موافقة بعد ما سمعت كلام سيد فوزي لك تعليق حسب النظام الأساسي لابد من موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم التقاضي أمام الاتحاد، هذا حسب النظام الأساسي، وبالتالي اتحاد القدم لا يرغب، لا تقدر لا تستطيع أن تجبر، لأن مرجعيتك هي الاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب بعد ما سمعت كلام الأستاذ فوزي الآن، هو يستند إلى قانون ولجنة انضباط تستند إلى قانون، احنا أنا شخصيا لا أستطيع أن أكون مع نادي الفتح أو ضد أو مع نادي الخليج، أنا لا أستطيع أن أكون كخلم ملفي، لأنه في الأخير في لجنتين قضائية واحدة تنقض قرار اللي هي أعلى منها نقضته يعني. والمشكلة أنا مثل ما ذكر أنه اللجنة في بيانها كان بيانها غير مقنع، يعني مش مقنع بالقانون، مجرد بيان مثل قضايا أخرى بنتكلم عنها بعدين. أقول لك أنه للأسف الشديد يمكن لجنة الانضباط تحديدا دائما تفند القرارات بالنصوص وأحيانا بتفصيل ممل، وبالتالي أي واحد يريد أن يتأكد يجد أنه في هناك أشياء استند لها قانونيا وبالتالي يقتنع. لكن لجنة الاستئناف لم يكن بيانها، وهذا كان كلام كثيرين صراحة، لم يكن بيانها مقنعا بالأنظمة القوانين اللي هي التفصيل لكذا وكذا 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 مثل ما قال الأستاذ فوزي. مثل ما قال الأستاذ فوزي بندر من ناحية خصوص قضية نادي الخليج أنا يعني أكون معك لا حسب ما قال الأستاذ يعني مثل ما ذكر الأستاذ فوزي أنه أساسا ردوا علينا البيان والبيان غير واضح، وكان مفروض أنهم يسمحونا باللجوء للكاس. من اللي رد لهم بيان؟ لجنة ولا الاتحاد؟ اتحاد القدم ما رد على مخاطباتهم رسميا، بعد عدة مخاطبات صدر بيان إعلامي بس. والله دعني نتحدث عن اللائحة الموجودة، اللائحة واضحة وصريحة، وأغلب الاتحادات المحلية في جميع الدول أغلبها أنديتها لا تتقاضى أمام محكمة كاس إلا بموجب موافقة خطية. هذا لابد كمبدأ، يعني كيف أنت كيف أنك تروح تتقاضى أمام محكمة كاس؟ أولا أنه بعد ما تستنفذ جميع الإجراءات، وهذا اللي صار فيها القضية المحلية. على حسب ما فهمت يبقى الخيار للاتحاد المحلي، لكن لو كان قرار فيفا مثلا قابل بموجب النظام الأساسي صحيح، او مثلا من الاتحاد الاسيوي مثلا لو كان مثل قضيه الهلال والهلال الاماراتي في الاخير تدرج حتى وصلت الى التدرج، امر يعني امر مهم في هذه المساله. استاذ فوزي لك تعليق؟ انا تعليقي انه لو كان الاتحاد السعودي واثق من قراره او قرار لجنه الانضباط اللي انا اشوف انه في يعني في القضيه هذه تحديدا يعني قدم كل الادله والبراهين ومن خلال بيان واضح والاستناد الى نصوص القانون بالإضافة إلى استنطاق الشهود، وأتكلم على لجنة المسابقات، الرابطة، أيضا الأمانة العامة، كلها قدمت الأدلة. يجب أن تكون يعني يجب أن تكون اللجان القضائية مكملة لبعضها البعض. لا أقول بأنه لا يجب أن تنقض لجنة قضائية عمل أو قرار لجنة أخرى، ولكن كان عمل الانضباط في تحديدا في قضية الخليج واضح وصريح وأيضا ممنهج. أما قرار الاستئناف أنا أقول أنه لم يستند إلى دليل
مادي واحد ملموس. وبالتالي أنا أقول طيب. إن القضية أنت أستاذ حوزي الآن تراها قضية مبدأ قبل أي شيء يعني، وتطالب من الآن أن المركز التحكيم الرياضي من أول ما القضية اللي تعرض عليه هذه القضية حتى لو بعد 6 شهور هي أصبحت بالنسبة لك قضية مبدأ، هذا هو الأساس الآن؟ بكل تأكيد، وأنا خلال يومين سأرفع خطاب إلى مركز التحكيم الرياضي وأيضا صورة إلى سمو الأمير، وأرجو أن تكون من ضمن أول القضايا التي يتم. أستاذ فوزي يعني أنت الناس اللي يعني فاهمين جدا، تعرف أنت إذا أنشأ محكمة التحكيم محكمة التحكيم أو عفوا مركز التحكيم، هو سيعطي القوانين والأنظمة والدس التي بنى عليها يعني تتقاضى إليها ولا تتقاضى في قضايا معينة، وبالتالي قضيتك تكون منتهية تماما، الدوري منتهي، وحتى إذا كان فيه فترة محددة تكون انتهت اوريدي، اللي هي تعرف لجنة السنة فيها 21 يوم أو شهر حسب نوع القضية. فبالتالي أنا أعتقد أنه لا طائل أنك تلجأ إلى هذا المركز، هي القضية حسمت من قبل الاتحاد قدم انتهى، لأنه حتى بعد والأستاذ بندر أدرى مني في هذا القانون بما أنه القانوني هو الذي يتكلم في هذا الأمر أفضل مني، أنه أنت بعد ما تنشئ المحكمة أو المركز أو لجنة هي تؤسس وتؤطر لي طريقة رفع القضايا وما تبت فيها وكيف يبت فيها الآلية يعني، بالتالي يكون انتهى، والمركز لن يبدأ إلا بما باليوم الذي أنشأ فيه، لن يبدأ بالقضايا وهذا دروند صح؟ طبعا هذا وهذا الكلام انا استوعبه وافهمه تماما استاذ العزيز، وايضا هذا ما حاول الاتحاد السعودي لكره القدم ان يمارسه مع نادي الخليج، لانه رده او بيانه اللي صدر كان قبل انتهاء المده القانونيه ب 21 ساعه فقط او 24 ساعه فقط، يعني لم يعطينا ايضا مجال حتى لنستأنف. ولكن انا ارجع واقول انه القضيه هي قضيه مبدا، مطالب حتى وان كان باثر رجعي، حتى وان انقضت دوله يعني ليس من باب. اي نعم واضح. الاستاذ فوزي الباشا رئيس نادي الخليج، مره اخرى شكرا لك، شكرا لمداخلتك معنا في الملف الاحمر، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، شكرا لك كمان، شكرا لاستجابه الدعوه. قبل ما اطلع فاصل لك تعليق بسيط من بطلع فاصل؟ لا، بخصوص هالقضيه لاني انا غير مطلع عليها، لكن المبدا العام انه الانديه السعوديه او اللاعبين لا يمكن لهم اللجوء الى محكمه كاش إلا بوجود موافقة خطية بعد انتهاء النزاع أو قبل النزاع كان في اتفاق ما بينه. طيب أطلع فاصل وأرجع مرة أخرى، كثير من القضايا المطروحة والمأمول من مركز التحكيم الرياضي. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الأخير من البرنامج. كان معنا الأستاذ فوزي الباشا قبل الفاصل وتحدث عن الموضوع. للتذكير فقط أيضا، طبعا أعود مرة أخرى وأشكر الأستاذ فوزي الباشا على استجابته لدعوة البرنامج، أرجع مرة أخرى وأذكر أنه جميع اللجان الموجودة، يعني لجنة غرفة تفضل المنازعات، اللجان الأخرى الموجودة، لجان الانضباط أو غيرها والاستئناف، يبقى الوضع على ما هو عليه، ولكن يبقى المركز التحكيم الرياضي هو المظلة العليا إنجاز التعبير في الرجوع إليها، صحيح بندر؟ صحيح، لكن أنا طيب. أبي أختصرها في يعني تفضل. في طبعا إحنا الآن نتكلم عن كرة القدم، كرة القدم في رياضات أخرى، نعم، جميع الهيئات القضائية اللي في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة أوضاع اللاعبين ولجنة غرفة فض المنازعات أو غرفة فض المنازعات الرياضية، قرارات اللي قابلة للاستئناف أمام من؟ إحنا لابد نوضح، غرفة فض المنازعات بعد نشوء المركز راح تكون أمام مركز التحكيم، يعني الاستئناف شيء يعني راح يرفع لها الاستئناف موجود حتى هذا الآن. أنا أتكلم الآن في لجنة في غرفة فض المنازعات الرياضية، قراراتها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي بعد نشوءه، هذا بموجب المادة أوكي. بموجب مادة غرفة فض المنازعات الرياضية المادة الثامنة أنا بس أشهد فيكم الآن، أنت كنت في لوزان قبل فترة وشفت يعني القضايا الكثيرة اللي ترفع على الأندية السعودية، ربما أشياء بسيطة لو تم تداركها تنتهي في وقتها، أبو أحمد يمكن يعرف من خلال الإعلام أيضا الأندية وكثير من المشاكل. تبي تضحك أكثر، ومؤسف جدا بعض الأندية وش تقول أنا إذا استأنفت على القرار كم يجلس عشان يبت فيه؟ يجلس فترة طويلة، أدفع بعد مثلا 4 شهور 5 شهور الغرامة هذه بس أبقى أسجل
أبقى تحت دائرة يعني حتى في للأسف طبعا هذه يمكن القانون يفتهم فيها أكثر، بس أنا أقول لك أنه حتى الأندية عند الأسف الشديد ما تدارك أخطائها لكي لا تصل إلى المحكمة. أنت لما تتكاثر قضايا عليك في المحكمة يصير ملفك يعني مشوه. رياضة السعودية ما تكلم عن نادي معين، أنت كنادي في الأخير تشوه الرياضة السعودية أمام المحكمة لأنك أنت لا تتجاوب مع قضايا، لا تتعامل مع مثلا اللاعبين أو الحق أو الأجانب الذين توليك كمدربين بالتعامل الصحيح، وهذا تشوه سمعتك، وبالتالي ندخل في مشكلة اللي هو هذا اللاعب لا يريد أن يجي للسعودية، هذا مدرب لا يأتي للسعودية، وهذه وين؟ لأنه للأسف المرجعية القانونية في الأصل والتأصيل القانوني عندنا كان ضعيف جدا، لم يكن أحيانا كان غير موجود في الرياضة. وإذا وجد ضعيف جدا، وحتى نقول دائما اتحاد القدم هو السلطة العليا إلى الآن أنا شخصيا أقول اتحاد القدم السعودي غير قادر وللأسف الشديد يعني وعاجز عن أنه يثبت لنا أنه السلطة العليا الرياضية الحقيقية. يعني في انفلات كثير حول القوانين والأنظمة والمشاكل اللي تحدث واتحاد القدم غير قادر، من ضمنها مثلا اللي ذكر الأستاذ فوزي الباشا. فوزي بالمناسبة يعني فوزي الباشا من الرياضيين اللي صراحة أحترم فيهم دائما أسلوبهم في الطرح وتعاملهم مع القضايا، ليس ممن يعني مثلا يشتمون ويدخلون في النوايا وما إلى ذلك اللي تسيء إلى 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 الجو العام الرياضي. فلذلك أقول إنه يعني تخيل أنا كنادي نجران، نادي الأهلي، نادي يعني شوف أعطيك أندية مثلا كبيرة ونادي وسط ونادي غيره، نادي نجران ونادي الأهلي ونادي الخليج، أندية متفاوتة في ونادي الشباب متفاوتة في الجماهيرية والإعلامية وغيرها. اتحاد القدم لا يرد على خطاباتهم رسميا، كيف؟ أنا الجهة المعنية فيك ما أرد على خطابات رسمية لك كيف؟ أبغى رأي قانوني في هالنقطة تحديدا زي ما قال السيد فوزي أنهم يعني ما يردون على خطابات رسمية. طيب لكن خلني أرجع لكلام السيد خلف في أمر مهم، الهيئات القضائية جميعا لا يمكن لأي شخص كان التدخل في عمله. صحيح. هي قضايا هي لجان قضائية مستقلة بذاتها بقراراتها. صحيح. هذا أولا. ثانيا ترى اللي قاعد يحدث في اللجان عندنا أمر إيجابي. كيف إن أمر إيجابي؟ عندنا لوائح قاعدة تطبق وتطلع قرارات ويستأنف عليها وتنقض، هذا بالعكس. صحيح. هذا أمر إيجابي جدا جدا. يعني لا يمكن لأي كان إنه يتدخل. طيب خلنا نروح نقطة ثانية بندر عشان عامل الوقت. الآن مركز التحكيم الرياضي هذا محلي وتابع القضايا المحلية. اللاعبين الأجانب المدربين كذا هذا لا يمكن. لا طب عفوا طب اللاعبين الأجانب والمدربين وفقا لنظام الفيفا في غرفة فضل المنازعات، لكن المبدأ الأساسي ما هو؟ العقد اللي موقع ما بين المدرب والنادي أو اللاعب والنادي، بإمكان أنهم يضعون شرط أنه يكون وفقا للسلطات المحلية إذا وافق اللاعب، لكن من خبرة جميع اللاعبين الأجانب يلجؤون وفقا للاختصاص الدولي اللي هو الفيفا متمثلا في غرفة فضل المنازعات الرياضية في نظر النزاعات ما بين اللاعبين والأندية. بس استاذ بندر الان غرفه في هذا الموضوع تحديدا في عندنا امثله كثيره حدثت، ياتي اللاعب والمدرب الى الاتحاد القدم السعودي مباشره ويريد ان يخلص مشكلته دون ان يرفع للاتحاد الفيفا. اوكي. وهنا المشكله ان الاتحاد القدم السعودي احيانا لا يعطي حقه، فبالتالي يرجع الى الفيفا. طبعا هنا في هذا النقطه لا يستطيع الاتحاد السعودي. ليه؟ لانه في عقد، والعقد شريعه المتعاقده، هذا اولا. اثنين، لا يمكن انه المدرب يجي يطلب من ان الاتحاد السعودي قلت مثلا اذا في نزاع يقول والله مثلا اعطوني الراتب او مثلا كلموا النادي، لانه عدم اختصاص. هذا مبدا، اذا في مبدا عدم اختصاص لا يحق. يعني الان لو مثلا انا اقصد وديا، ماني بقصد انه وديا قانونيا، لا يريد هو ان يرفع عليه قضيه، مثلا هو مع نادي تعامل معه بشكل جيد لا يريد يرفع عليه قضيه في الاتحاد الدولي، فيريد من اتحاد القدم ان يتدخل بطريقه وديه تسميها، بالتالي لا يلجا الى الاتحاد الدولي. طبعا هذه تكون، وهذه ترى مشكله يعني للاسف ايضا في اتحاد القدم. طبعا هذه لابد ان تكون تحت باب المفاوضات ما بين المدرب والنادي او اللاعب والنادي. طيب لجنه الفض المنازعات او الغرفه فض النزاعات اللي في الفيفا المرجع حقها او الابيل او الاستئناف يعود الى الكاس. اي نعم، لكن عشان نوضح، غرفه فض المنازعات تحت تندرج تحت الفيفا. اوكي. قراراتها قابله مباشره للاستئناف امام محكمه التحكيم الرياضي في لوزان بعد استلام القرار والى اخره. من طبعا هناك في اجراءات بموجب لائحه غرفه فض المنازعات خلال 21 يوم لابد انك تقدم امام محكمه
لوزان، وهذا ما وهذا اللي راح نرجع له في محكمة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي السعودي، راح يوضح إجراءات كثيرة، ما هي المدد التي يجب أن يقدم فيها الاستئناف وإلى آخره. طيب، في كثير من القضايا أو الملفات الساخنة موجودة، أنت كنت في لوزان تقول شفت كثير من الملفات المتعلقة بالأندية السعودية، صحيح؟ طبعا هذه أمر في العمل، في قضايا ضد الأندية السعودية ولها أيضا على 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 الجانبين، لكن هذا من حقه وأمر صحي، بالعكس من حقك إنك تنفذ جميع إجراءات القانونية اللي أنت ترى إنك على حق فيها، ومن حقك، وبالعكس هذه ظاهرة صحية. لكن إحنا نتحدث مثلا في قضايا مثلا خلاف ما بين لاعب ونادي، جميل، إذا في تفاوض ما قبل صدور النزاع يكون أفضل، لأنه النادي لما يرى إنه مثلا إنه لما مثلا يرى إنه يعني لما يرى إنه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا إنه لما يرى إنه خرق العقد أو إلى آخره، جميل، فلذلك يجب إنه يحل الموضوع وديا لكي لا يتكلف مبالغ المحكمين، مبالغ الأتعاب اللي راح تدفع، بدل مثلا ما كان مثلا يدفع 800 ألف دولار ولا يدفع له 1.5 مليون ولا 2 مليون، فهذا أمر مهم. شوف، أضيف على الجزئية هذه، لما يقول قبل شوي أنه بعض الرؤساء الأندية يقول خليني أسوف إلى كذا، تخيل أنه في اليوم قضايا لها سنتين، ما ذنب رئيس جديد جاء اليوم، رئيس نادي سعودي جاء اليوم أو أمس وعنده أشياء استراتيجية يبغى يعملها، ثم فوجئ بأنه ملزم بدفع قضايا قبل سنتين. وهذه شوف، هذه أيضا أقول لك ليش أقول لك أنه في عندنا مشكلة في فهم القانون والتعامل معه وتشويه سمعة الرياضة. هذه واحدة من الأشكالات اللي يجب أنه اتحاد القدم واللجنة الأولمبية السعودية أنها أيضا تنتبه لها في توعية الأندية. في جزئيتين ذكرها الأستاذ بندر، نعم أنا أتفق معه أنه في أنه ما يحدث صحي تماما على الناحية القانونية، وأنه في استئناف وغيره، وأيضا تبت في القضايا قانونيا، لكن عندي مشكلتين. أولا، لجنة الأخلاق اسم فقط إلى أن لم غير موجودة على أرض الواقع. ثانيا، اللجان القضائية، لجنة الانضباط والاستئناف، تشكيلها من مين؟ هو يفترض تشكيلها من مين؟ من الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ولا لا؟ هي شكلت من اتحاد القدم، والآن إلى الآن قضية لجنة الانضباط ما زالت قائمة، لا يوجد رئيس ولا يوجد العضو الثاني اللي هو يفترض يكون محامي. وهذه واحدة مشكلات الآن تلعب عليها الأندية، أنه قراراتكم غير صحيحة غير قانونية، وهذه تدخلنا في جدال آخر. أضف إلى ذلك أنه بعض القانونيين يخرجون في برنامجين، تجد قانوني وقانوني، كلهم عندهم نفس الصفات، واحد منهم يتفق مع لجنة الانضباط، واحد يخالفها. فالمتلقي أصبح ماذا؟ إذا كان أنا نادي متضرر حذهب مع هذا الشخص اللي أيدني، وإذا كان العكس حذهب مع هذا الشخص الذي ينقض قرار وهو قانوني، ويصير اللغط الكبير بين إعلاميين وجماهير بسبب من؟ بسبب اختلاف قانونيين. لاحظ طبعا هو صحي، أنا معه، أنا هذا وهذه واحدة مشكلات اللي الآن أنا أقول عندنا على فكرة قانونية. يمكن السبب بندر اليوم، أنا صراحة عجبت في كثير من الكلام اللي قاله، خصوصا أنه لو تواصل جيد مع المحكمة. أيضا تخيل عندنا محمد الصيخان، هو عضو في لجنة فض المنازعات بالفيفا، هو عضو لجنة احتراف، ويأتيك من يأتيك ويشرشح في هذه اللجنة وكل أعضائها وهم يعملون متطوعين، أنا أقول مش الدفاع عنهم الآن ولا الدفاع عن غيرهم. في 3 لجان في اتحاد القدم من أفضل اللجان، يعملون متطوعين على حسابهم صحتهم وكذا، ويأتيك من يأتيك ويشرشح فيهم دون رادع. واتحاد القدم ما زال لا يعمل بالقانون، بالإدارة القانونية. الإدارة القانونية مفروض تدافع عن أعضائها وعن مشاكل اللي تحدث فيه قانونيا. فلذلك من هذه الأشياء اللي أتمنى بالفعل أن تأخذ في حسبان من قبل مركز التحكيم، في أنها تحاول قدر الإمكان أن تقضي على كثير من الشوائب التي تنحر جسد الرياضة من خلال بعض المنتمين إليها بطريقة أو أخرى. طيب، هل مركز التحكيم، هذا السؤال اللي يطرح الآن من خلال هذا الكلام أبو أحمد، هل مركز التحكيم الرياضي بينهي هذا الجدل القانوني، بينهي هذا الـ 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 الصراع اللي صاير عندنا واللغط والاتهامات يعني أنا الصراعات هذه وين فيه؟ الصراعات لما نرى الصراعات لما يطلع قرار مثلا من لجنة الانضباط أو من لجنة الاجتناف مثلا يكون ضد مثلا لا أقصد الجمهور، أقصد أن مركز التحكيم الرياضي هل ينهي مثل هذا الصراع؟ يعني قرارات مفروض أن تكون نهائية، هل ينهي أيضا فكرة الذهوب إلى الكاس؟ انتهى عن هذه المرجعية النهائية؟ وجود مركز التحكيم الرياضي بما معناه هو اكتمال البنية القضائية عندنا كامل الرياضية، تكون انها مكتمله. هذا اولا. ثانيا، يعطي لمن يرى انه متضرر حق
الاستئناف ايضا ويكون حكم امام إلحاء. من حق الاستئناف امام من امام مركز امام مركز التحكيم امام نفس المركز اي انا رجعت لك في البدايه في قرارات امام مركز التحكيم راح ينظر فيها على على نوعين قضايا تقدم مباشره للتحكيم بموجب وجود شرط وقضايا بموجب ماذا يعني بموجب اللوائح نصت عليها يعني تبدا من الف الى المرحله النهائيه مثلا مثل ما صار في في قضايا الاخيره قضيه نادي الهلال ونادي الاهلي الاماراتي الهلال لم يتجاوز مثلا ذهب الى 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 لوزان لانه لو ذهب الى لوزان مباشره بعدم الاختصاص لانه بدا من قدم الاحتجاج بعد ذلك لجأ الى لجنه الانضباط الانضباط طلعت قرار الى الاستئناف بموجب نظام الاتحاد الاسيوي القرار قابل للاستئناف امام محكمه لوزان وهذا اللي راح يصير عندنا قرارات محليه السلطه القضائيه العليا هي مركز التحكيم هي مركز التحكيم ومع ذلك في بعض المواد في بعض اللوائح راح تتعدل لكي تكون طيب خليني اخذ بس اذا سمحتوا لي الاستاذ عبد اللطيف الاستاذ المحامي ايضا المعروف في وسطنا الرياضي والاسم المميز ايضا الاستاذ عبد اللطيف الهريش نائب رئيس اللجنه التاسيسيه لمركز التحكيم الرياضي استاذ عبد اللطيف اهلا وسهلا شكرا لتجاوبك مع البرنامج مساك الله بالخير ابو سلمان وجميع الضيوف اللي معك وجميع المشاهدين الله يعطيك الصحه اهلا وسهلا استاذ عبد اللطيف كان الحديث عن الكثير من الامور بما انك يعني نائب رئيس اللجنه التاسيسيه للمركز اولا الله يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله والامال كبيره حقيقه في هذا المركز الجدل كنا نتحدث عن كثير من الجدل اللي ممكن ان يكون في اللجان في اي لجان اتحاد القدم نتكلم عن كره القدم تحديدا اعرف ان المركز الرياضي هو تبع اللجنه الاولمبيه ويغطي جميع الاتحادات ولكن نتحدث الان في هذه الساعه عن كره القدم واتحاد كره القدم بحكم الاختصاص بحكم الخلفيه الكبيره ايضا في الوسط الرياضي يعني لك اكثر من سنه من خلال الانديه واللجان ما هو المنتظر وهل سيأخذ جميع ما من خبرات سابقة ووضعها في هذا المركز أقصد في التأسيس له نعم أخي سلمان أول شيء حقيقة أنا سعيد تواجدي معكم في هذا اللقاء وأتمنى أن يكون في هذا الحديث فائد للجميع بالنسبة للمركز التحكيم وباعتباري أحد أعضاء فريق اللجنة التأسيسية لتأسيس المركز طبعا المركز معقود عليه أمال كثيرة في جميع الألعاب الرياضية سواء متعلقة بكرة القدم أو غيرها من الألعاب نعم. الرياضية أحب أن ألفت النظر في هذا الجزئية أخوي سلمان إلى أن طبعا النظام الأساسي لاتحاد القدم في أثناء معالجة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أثناء المناقشات اللي تمت في شهر 7 و8 في الماضي عام 1436 كان هناك حديث في الجزء في المادة الخاصة في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الكأس الدولية باعتبار أن هذا من اشتراطات الاتحاد الدولي أن تكون هناك نص لوسيلة قضائية اللجوء فيها إلى الكأس كوسيلة نهائية لفض المنازعات في النظام الأساسي للاتحاد القدم فتم تشاور معهم على أن هناك سينشأ مركز للتحكيم على المستوى المحلي تحت إشراف مبدئي من اللجنة الأولمبية من أجل يحظى بالاستقلالية التامة مستقبلا فتم الموافقة على أن يكون النص على عبارة المركز الوطني أو المركز الوطني للتحكيم الرياضي في النص الخاص قبل إنشائها فبالتالي أصبح عندنا الآن نص في النظام الأساسي لاتحاد القدم يجيز اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي اللي سينشئ إن شاء الله خلال 6 أشهر مشيئة رب العالمين طبعا هذا متعلق كرة القدم وكرة القدم هي جزء من الألعاب الرياضية نعم. في المملكة العربية السعودية وحظي هذا النص بقبول في المناقشات التي تمت باعتبار أحد فريق الفرق أحد الأشخاص المسؤولين عن صياغة النظام في من قبل فريق العمل واللجنة مع الاتحاد الدولي الفيفا فهذا أوجد الآن نص لنا في اتحاد القدم وهناك نصوص تتم تعديلها فيما يتعلق بالألعاب الأخرى سواء اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية أو غيرها. مركز التحكيم الرياضي الآن يعني حاول إنه يشمل جميع الخبرات السابقة في المجال الرياضي. أنتم الآن أمام يعني لائحة أساسية يعني المفروض تكون يعني هي الانطلاقة يعني تم الاستفادة من جميع الخبرات الموجودة. هل أخذتوا بالاعتبار أيضا التجارب الدولية؟ اللائحة الأساسية للكأس وغيرها يعني الكثير من التساؤلات. تفضل.
بالنسبة للجراءات التأسيسية أخي سلمان، سيكون هناك إحاطة بجميع النماذج الدولية والعربية في مجال في تأسيس المراكز، سواء فيما يتعلق بهيكلة المركز أو ما يتعلق بقواعد وإجراءات العمل بداخل هذا المركز. هناك تواصل مسبق قبل تأسيس اللجنة من قبل مع محكمة التحكيم الرياضي الكاس من خلال السكرتارية العامة، وأيضا هناك سيكون تواصل مع فريق من الخبراء من أجل الوصول إلى رؤية مناسبة في اللوائح الخاصة بالمركز. أيضا هناك استعانة بالدكتور عبد الله الحيان باعتباره عضو في مجلس التحكيم الرياضي الكاس، والعربي الوحيد الموجود في هذا المجلس، سيدعم الإجراءات الأولية سيقوم باتخاذ تتخذ اللجنة التأسيسية في هذا الموضوع. الأمر الثاني طبعا اللي أحب أوضحه أيضا، أن هناك من ضمن اللوائح اللي تعمل عليها اللجنة هو وضع ضوابط وقواعد متعلقة بالمحكمين الذين سيكون لهم صلاحية النظر في قضايا التحكيمية. بيتم تدريب قانونيين محليين يعني؟ سيكون هناك السعودية. قانونيين، سيكون هناك متخصصين في المجالات الرياضية. ممتاز. طبعا هذه ترجع باعتبارنا تحكيم رضائي، يعني أحد الأطراف سيذهب إلى الاستفادة مثلا من شخص قانوني متمكن في المجال الرياضي يكون حكما في هذا القضية، ولكن سيكون هناك شرط أن تنطبق عليه المعايير والضوابط التي طيب. وضعت من قبل المركز. أستاذ عبد اللطيف، قبل ما أودعك، مركز التحكيم الرياضي بيكون هو الملجأ الأخير أو المرجع الأخير للقضاء الرياضي في السعودية، ولن يكون هناك المحاولة إلى تصعيد إلى الكأس مثلا؟ طبعا من ضمن المحاورات السابقة والتي ستعمل عليها اللجنة في هذا في خلال عملها خلال 6 أشهر القادمة، أن ستكون متطلبات واشتراطات محكمة الكأس ضمن أولويات عمل هذا المركز بجميع لوائحه، من أجل أن تحظى قرارات الصادرة من هذا المركز بقبول محكمة الكأس، فيما لو عرض النزاع عليها مستقبلا مرة أخرى بعد انتهاء درجة مركز التحكيم الرياضي السعودي فأنها تقضي بعدم الاختصاص، وهذه مرحلة نسعى إلى الوصول لها بإذن الله تعالى من خلال الضوابط والاشتراطات والإجراءات والجوانب المهمة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية المتعلقة بعمل المركز. الأستاذ عبد اللطيف الهريش نائب رئيس اللجنة التأسيسية للمركز التحكيم الرياضي، مرة أخرى شكرا لجوابك مع البرنامج، شكرا جزيلا. أنا ما عاد بقى معي وقت، الأستاذ بندر حميداني محامي مختص في القانون الرياضي، شكرا جزيلا. حياك الله. الزميل خلف ملفي الناقد الرياضي الإعلامي المعروف، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وأتمنى إن شاء الله تكون الحلقة، وخصوصا يعني أشكر صراحة الأستاذ بندر حميداني وكل من يعمل معه في مختلف اللجان، يتحملون البذاءات والسخافات تحدث في الوسط الرياضي لمصلحة البلد وشباب البلد، والله جدا لازم نحييهم كثير، لأن الإعلام للأسف الشديد دائما فيه كثيرين يعني يسيئون لهؤلاء الرجال المخلصون. شكرا جزيلا. شكرا لكم. واضح ان احنا امام حدث تاريخي مهم، ملف واحد لا يكفي، ملفات ساعات من البحث والتدقيق والايضاح للوسط الرياضي ربما في الايام المقبله. حاولنا في الملف الاحمر فقط ان تكون البدايه بتعليق الجرس حول اهميه هذا الحدث التاريخي. شكرا لكم، الى اللقاء.